بصوا طبعا كل الاحترام لكل كلام في التقرير، بس انا هقف عند حاجه واحده بس، اخر التقرير مين اللي اتكلم؟ الطفل الصغير ده اللي هو مثلا بكتير 11 12 سنه، بتهيألي كده. انك تسمع منه وانه يحضر وننظف ودن اولادنا، ده مهم قوي قوي. انك بتربي في الجيل الصغير اللي يعني غصب عنه بيسمع انواع من الغنى كتيره، ويمكن ما احناش متفقين عليها، بس دايما الاسره الايه بتكبر. انت كنت سامع ايه في البيت؟ بابا وماما بيسمعوك ايه، او بيشغلوا ايه، ايه طبيعه المزيكا، طبيعه الغنى. فلما ناخد ولادنا الصغيرين لحفله زي كده، ونبدا زي ما هقول تاني ننظف ودن الولاد ونسمعهم حاجه حلوه، انت بترتقي بذوقهم، بتربي اجيال قادره على التذوق الفني، وتواجه كمان الموجه اللي اتفرضت علينا. على كل الاحوال مش انا اللي هحكم ولا هقول، لكن معانا الناقد الفني طبعا اللي يبقى معاه الصوره اوضح، استاذ طارق الشناوي. برحب بحضرتك معانا يا استاذ طارق. مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ طارق. مساء الفل. مساء النور على حضرتك. انا مستمتع بالعروض ديت، مستمتع بفكره ديمقراطيه الفن والثقافه. ايوه، ان زي ما انت قلت من شويه ان تفترض 20 جنيه يعني الاسره المتوسطه هتقدر تروح، لان الاسره يعني ثلاث اربع خمس افراد وكده، فيقدروا يروحوا ويستمتعوا مكان تاريخي مبهر، ودور عظيم جدا بتلعبه وزاره الثقافه، ودور عظيم ايضا بتلعبه قناه الحياه، لان في بروتوكول بين المتحده وبين وزاره الثقافه ان الانشطه دي، كتير من الانشطه العظيمه دي يمر يعني لحظه انطلاقها بتموت، مش موجوده في الارشيف، مش موجوده عندنا، ما تسجلتش. ما تسجلتش مع الاسف. حلو التوثيق ده، لان انت بتحافظ على الوجدان. يعني وجدان الشعب هو في اغانيه، في افلامه، في كتبه. لو 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 هذه الاعمال العظيمه احنا ما حافظناش عليها، جزء من الوجدان بيتسرق مع الزمن، وبتقولي فين الغنوه دي فين. فده شيء جميل وممتع. مبسوط انا بانه احنا بنقرا وكلنا متابعين ان في تذكره وصلت ل 10,000 جنيه. ربنا يزيد ويبارك. انا مش ضد انه بس زي ما قلت كده، ديمقراطيه يعني يبقى للجميع، كل بقى المستويات تقدر تستمتع برضه. على الجانب الاخر، واحد عايز يسمع طرب لمدحت صالح، لعلي الحجار، لكل الاساتذه، لعمر خيرت، لكل الاسماء العظيمه اللي هي ممكن كمان، عايز اقول لك ممكن تذكرتهم في مناطق ثانيه تبقى 10,000 برضه. ايوه، بس ده جمهور من حقه، يعني الجمهور، يعني عايز اقول انا ما بقولش انه في قطاع حقه وقطاع، لا، كل القطاعات وكل الطبقات الاقتصاديه من حقها تستمتع بالفن. بس يجب كدوله زي ما عملت وزاره الثقافه انها عملت مهرجان، او بتعمل بقالها عقود من الزمان مهرجان مهم زي القلعه، مهرجان مهم جدا زي مهرجان الموسيقى العربيه اللي في شهر 11 القادم. يعني كل دي متاحه يعني بتذاكر في متناول الشعب، بحيث ان انت فعلا بترقى بالذوق وبتزود منسوب الجمال. ما هو ده كله في منسوب مهم جدا اسمه الجمال، اللي هو في الاخر بينعكس على الانسان وعطائه. نقدر نقول احنا في مرحله فيها رواج للفعاليات الفنيه زي ما حضرتك ذكرت، وانعكاسها. لما دايما كنت بتكلم مع حضرتك عن قوه مصر الناعمه، وازاي تبقى الصوره دي موجوده او المعنى ده موجود عندنا كمان ويمتد لمحيطنا. قادر تحكم برضو يا فندم يعني الفتره اللي احنا فيها دي يعني، والاهتمام بالفن شايفه ازاي يا استاذ طارق؟ انا شايف فعلا انه المؤشر بقى عظيم جدا، انه في توجه زي سينما الشعب، في كمان غناء الشعب، يعني يعني غناء وحفلات للشعب، يعني جزء مهم قوي انه المتلقي او الانسان المصري يحس انه هو مش محروم من اي متعه ولو حتى ترفيه. حتى الترفيه ده انا بعتبره جزء مهم من حق الانسان انه يحصل عليه، فما بالك نكون بنتكلم كمان على غناء وغناء رصين. فيعني الحقيقه، وبعدين ده كمان في تواجد عربي. ايوه، وفي يعني في مهرجان القلعه ليس فقط مصري، كمان في تواجد عربي، ودي كلها تصب الحقيقه في دور مصر. مصر هي يعني الفنان العربي بياتي الى مصر، لانه مصر هي البيت، البيت للكل. وعمرها ما فكرت في جواز السفر، فكرت في حاجه واحده، مبدع ولا مش مبدع. كل المبدعين يظل وطنهم هو مصر. فانا سعيد جدا بالمهرجان، سعيد جدا بانه فنانات الحياة بتنقل وبتحفظ
بالزمن الابداعات دي كلها عشان يفضل في ارشيفنا موجود على طول. استاذ طارق، من كلامنا مع حضرتك دايما انت مهتم يعني بمختلف انواع الفنون وبمختلف الاذواق كمان وتنوعها، وانه خلاص ده موجود جنبا الى جنب، لكن لما مهرجانات ليها علاقه بالفن الاصيل او اللي احنا متعودين عليه والموسيقى العربيه والطرب والكلام ده، اهميه ده ايه؟ خاصه كمان كنا بنشوف او حضرتك اشرت كمان للاسر المصريه ومختلف الاعمار والفئات ومفهوم بتاع الايه دي الموضه او الجمهور عايز كده، المعنى ده بقى بتشوفه دلوقتي واحنا في فعاليات زي مهرجان القلعه؟ طبعا، وانا سامع يعني تعليقات الجمهور اللي باينه في السعاده والزهو بانه بيفخر بانتاجه الابداعي بالجمال اللي هو بيسمعه بالصوره. واضح كمان في كمان بالصوره، مش بس بالصوت، لا، في عين اخراجيه، صحيح، في عين لمخرج على المسرح، في اجواء حلوه، المكان اصله، اختيار المكان عبقري طبعا. اصل طبعا القلعه دي الحقيقه من اجمل المناطق اللي بتقدم مصر في التاريخ، مصر التاريخيه، يعني مصر جميله جدا وعندنا ربنا حمانا بكل شيء عظيم وممتع، واحنا كل ما يعني استغلينا الجمال ده كل ده ما عمق الاحساس وعمق العطاء. فأنا سعيد جدا مؤكد بمهرجان زي مهرجان القلعة، وسعيد زي ما قلت قبل كده بتوثيق هذا الإبداع. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني أستاذ طارق الشناوي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.